ريفرش سيزن 10. انت ما شفتيش كاتب؟ لحظة تعالوا تعالوا شوفوا. اسكوزمي علي ما تعرف هلا لازم جاهزون؟ جاهزون طبعا. عطونا تغريداتنا اليوم، موجز التغريدات والنغزات اللي يكتبونها الفنانين بتويتر او المشاهير او الشخصيات اللي لها شأن وتأثير في المجتمع. يا حبيبي أصالة كاتبة: لكل زمن فن يشبهه وآخر يرتقي به. تحية حق صالة يا جماعة. برافو. يعني والله هذه المفروض تسوون عليها كوت تويت وتكتبون البت دي بتقول حكم. بس والله ما لاحظتوا شيء، ما لاحظتوا شيء. شنو؟ ترى بس واحدة ثنتين ثلاث سبع كلمات. أول مرة ما تكتب 3000 كلمة. صدقيني عندي إحساس إنها أول وآخر مرة. صح. عندي إحساس إنها أول وآخر مرة. بس جميل. للأمانة يعني ما أنا واقط قريت هالكلمة من قبل. لا أنا ما قريت هالكلام من قبل. مبين إنه هو من تأليفها وارتجالها. برافو. إن صج لكل زمن فن يشبهه وآخر يرتقي به. يا أصالة أنت الزمن هذا يشبهك ويرتقي فيك يا صالة. الله الله. شو رأيكم؟ تقولون ترضى تي مقابلة بدون أن ندفع فلوس؟ أخي لا. صدق؟ لا لا والله والله بالعكس قلبها طيب أصالة ومو كل شيء عندها بالفلوس وتحب جمهورها الكويتي وراح ترضى تي ضيفة بدون فلوس. يعني ووريك وني ضيفة بدون فلوس أنت ما تكوني موجودة بالبرنامج. يعني كم تعطيها؟ زين لا لا أنا اللي راح. تعالي على أنت ميانة وياها. حبوي. شلون ميانة أمس متغدية؟ أنا أقول لكم يا جماعة دقوا على حمد قلم يرتب الموضوع. اسكوزمي. علي. ها ما مدانا تونا نقول كاتبه ما قل ودل الحين كاتبه صفحه هذه ما دل وما قل هذه ما قل بس دل لا بس دل ايه شنو كاتبه هالمره اصاله هم اصاله يا جماعه اللي مو قاعدين يشوفون لان اللي قاعد يشوفونا بالتلفزيون والبث المباشر يشوفون كل التويتات اللي احنا قاعد نتكلم عنها واي اموت واعرف شو تفكر فيه لما تكتب كذي كاتبه شو هالزمن اللي عم نعيشه صعب عم نسرق الضحكه ونسافر اخر الدنيا بس لنعيش شويه فرح صرنا نحلل شخصيات اصحابنا تحليل دقيق لنعرف مدى احقيتهم بمحبتنا والبسيط منا عم يسعى بكل قوته ليتغير وعلى قول حبايبنا المصريين يدردح والحقيقه الدنيا ما بتستاهل غير انها تنعاش ببساطه والله العظيم صدق يا يعني جماعة أقسم بالله العظيم أصالة مصطفى نصري هذه ثاني مرة أقولها على الهوى إذا بتنزلين كتاب أنا أول واحد بقرأ لأن اللي قاعد تكتبينه عجيب بس يتوثق بتويتر حرام نزلي كتاب كتبي مع أصالة قلم إن شاء الله قولي يا أصالة غردي والله العظيم حرام بس بتويتر يعني عجيب الكلام اللي كاتبته أحس لا بس أحس يعني هي بنفس اللحظة على طول لا إن شوف يعني البداية شو هالزمن اللي عم نعيشه صعب قسما بالله مقطع صرنا نحلل شخصيات أصحابنا بتحليل دقيق اللي نعرف مدى أحقيتهم محبتنا حسستني إن إحنا صدق بنعطي ربعنا بونص هذا إذا سألت واحدة شنو برجك قبل لا رافجها شي جوج وايد انا ما عندي سالفه لا يعني انت مو جد ما يخالف لا طبعا ليش اسال شنو برجك خلاص انا ما ادري شنو برجك شاكر فيشتي حاجيكم لا جاء حاجيكم شنو فيكم طربي لا لا ما يخالف اروح حق تويتر اللي بعده يلا اسكوز مي شحي 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 يا الورد شحي الورد الورد هلا بالورد اوف اوف بس والله العظيم الكلام هذا يعني اللي على راسه بطحه شو قاعد يقول شنو؟ ان مامون مثل النار التي تسود الخشب الاخضر دون ان تتمكن من احراقه اي والله 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 عباس منو مضايق منو عباس لا 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 اوباس يعني باس ولا تاكسي المهم يقول ان مامون مثل انزين في خشب اخضر مثل اي في خشب اخضر ما اعرف هذا ما يحترق كلش كان الخل اللي وراك شوفي خشب اخضر اوكي يعني ما تحترق كلش فهو قاصد اشكره احد ومسوي هذه اللي والله العظيم لوريك اي انا قلت لك اللي على راسه بطحه بطحه على راسه ايش بطحه حبيبي هو شو يبي الحين يقول ما في هو قاعد يتكلم عن مامون ولا تحاتي انت محمد شحي ان مامون قاعد اسمعها مامون قاعد اقول منو مامون ان مامون الدنيا صارت ظلمه مامون ترى حلوه لو كانت مامون لا انت تمونين اي والله تمونين اسكوز مي علي ندم عاصي الحلاني يا جماعه صدق هو الاونر مال الابلكيشن ديزر يلا عاد والله يقولون انا مالي شغل انا قاعد اقول يقولون بان عاصي الحلاني هو الاونر مال الابلكيشن ديزر احس اشاعه حقيقه ام ليست حقيقه انا لا اعلم في الحقيقه والله حقا شنو كاتب حافظ بقربك على من تحب اهمس في أذنهم إنك في حاجة إليهم نعم أحببهم واعتن بهم نعم خذ ما يكفي من الوقت
لتقول لهم عبارات المودة والاحترام. مثل شنو؟ أفهمك. أها. سامحني. حاضر. من فضلك. تم. شكرا. عفوا. كل كلمات الحب اللي تعرفها. إيه. بس شوفوا ترى ما قال منهم قلبه. حبه. ما قال حبي. يعني هالتويته يا عاصي الصراحة من قلبه عجيبة. يا ريت حاط حقوق منه بس لأن الكلام مو كلامك هو كلام أحد أنت مقتبسه. حاط لك هاي فافع. حاط لك هاي فايف. حاط لك هاي فايف. دانا. شوف الهاي فايف. شوفه ولا ما تشوفه. صدق مو كلامه. شو نقول صدق. أحيانا وايد أونس إنك ما تعلقين. والله هاي فايف. والله هاي فايف. والله. هاي فايف وهبي. يلا تغريدة. أوه الحب الحب. الحب. وعلي وعلي وعلي. شوفوا. شوف. قل ودل. كن بسيطا كاتب كن بسيطا. تكن أجمل. والسلام عليكم ورحمة الله. بس خلصنا 2883 لايك و729 ريتويت. خلهم 30 لعيونك والله. أنا بعده 31. حلوين. شوف البساطة. كن بسيطا تكن أجمل. هو بسيط. تغريدته بسيطة. أغانية كلش مو بسيطة. بس فن مو بسيط. بس فن جميل. وأغانية وايد جميلة. وروحة جميلة. صحيح. منزل بوست بالإنستغرام إنه هو بمصر أمس شفته. لا. ما بقى تايم لاين ما شفته فيه حسين الجسمي. استوعبت وايد ناس مسوي له فولو. صدق. ما شاء الله تبارك الرحمن الله يحفظه. شو عنده بمصر؟ غريدينه. أتوقع الألبوم أتوقع. ما شاء الله عنده قبول خطير بمصر حسين. كل مكان. تبارك من بعد أغانية ما شاء الله ما شاء الله. إيه والله العظيم. يحبنا الناس. يستاهل. يحبنا ويستاهل. في عندنا شيء بنقول على تغريدته؟ والله ان شاء الله حاضر راح اكون بسيطه انا بسيطه اصلا يعني ريت الناس بس تشتغل شوي على نفسها من هالناحيه شوي شوي بس هالكثر يسلم عليك حسين الجسمي ويقول لك حاضر اسكوز مي علي ولا وبعدين معاها الاكسات الاكسات اللي امس بالتاريخ ايه؟ مع 24 يقول عقب باكر شيرين نزلت كالندر كانها اللي موجوده بمكتبي دازيليها واحده من الشركات في بدايه السنه اي وحاطه بس تاريخ 23 عليه ثلاث علامات استفهام و24 ألبوم نسا يعني المفروض ألبومها باكر والمفروض اليوم تنزل أغنية اسمها تاج راسك أخ اسمها تاج راسك وحصل إيه الحلو بهالأغنية هذه إنها رادة متعاونة مع حسن الشافعي حسن الشافعي مسوي لها أغاني وايد حلوة ترى من قبل بس وقالوا إن أغنية تاج راسك تنزل الساعة 7 الحين عندي مسجل الساعة 7 وثلاث دقائق ما في أغنية لا لا 7 عندهم غير 7 عندك عادي 7 ونص يعني بعد نص ساية ننظر نص ساية فيكم تنظرون نص ساية يا جماعة فينا والله العظيم يا شيرين يا بنت عبد الوهاب والله العظيم إذا ألبومك على كل هالتيزنج اللي مسويته وعلى كل هالبروباغاندا والحملة الإعلامية الخطيرة والتسويق النار وكل شيء وطلع الألبوم بدلية يعني بدلية